وأول فقرات صباحنا لليوم رح نروح لنحكي عن خبر سوري مهم جدا تصدر كل المواقع التواصل الاجتماعي اليوم. ومؤخرا أدرجت منظمة اليونسكو القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني، وذلك خلال الاجتماع الدورة 16 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في فرنسا. صحيح رشا، وعقب صدور هذا القرار أصدرت وزارة الثقافة بيانا قالت فيه إن الإعلان عن هذه الإضافة يعتبر نوع من الإضافة إلى التراث الإنساني العالمي، وهو جزء من ثقافة وتراث المجتمع السوري العريق، وهي خطوة لحماية وصون الهوية الوطنية، مؤكدة بأن القدود الحلبية هي مرآة لعمق وأصالة الهوية السورية العربية. ولنحكي أكثر عن أهمية هذا القرار وعمق الهوية السورية كده. بيسعدنا نرحب لليوم بالفنان عبد النور بلكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباحك خير هيك على طول. أول شيء بدنا نقول مبروك اليوم. كلمة مبروك هي كلمة عامة لكل الشعب السوري طبعا. حدث كتير مهم بالنسبة لنا، بس أكيد نرمين دائماً ما في شيء غريب عن الفن والفنانين السوريين، هذا صحيح. التميز والتكريم، بس يمكن اليوم هذا الإدراج هو بما خلينا نقول صك أو وثيقة اعتراف من كل العالم أنه نحن عن جد بنائين حضارة أو ما لنا وليدين اليوم يعني. طبعاً خلينا نحكي عن هذا الإدراج. على كل شيء يسعد صباحكم وبهني سوريا بشكل عام وبهني حلب بشكل خاص لإدراج القدود الحلبية من قبل منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث الإنساني العالمي. طبعا للحديث عن القدود الحلبية، الحديث عن القدود الحلبية في عدة محاور وتشعبات لا تقل أهمية أبدا عن الحدث بحد ذاته. يعني نحن بدنا نقول نحن كتير سعداء أنه تم إدراج القدود الحلبية ضمن التراث الإنساني. طيب نحن بدنا نحكي مين هاللي وصل هالتراث؟ طبعا احنا للعالم. اكيد رح نحكي ورح نحكي باسماء كثير كبيره كانوا مدرسه وضلت فنهم واغنياتهم وصلتنا اكيد للعالميه. بس بدايه خلينا ننتقل هيك مثل ما بيقولوا حبه حبه. خلينا نحكي شو يعني اليوم ادراج الفنون القدود الحلبيه على لائحه التراث الانساني. هذا دليل على انه الفن السوري ثابت وراسخ في كل بقاع الارض. يعني الفن السوري أثبت هويته بكل المجالات، يعني عرفتي كيف؟ فإدراج القدود الحلبية ما أجا عن عبس أبدا، يعني نحن وصلنا لمرحلة وين ما سافرتي وين ما رحتي بدك تغني كله بيطلب قدود حلبية، عرفتي كيف؟ فصار هذا ثقافة وصلت للعالمية، عرفت كيف؟ هذا أمر كتير كتير طبيعي يعني. صحيح أستاذ عبد، صارت القدود الحلبية وين ما رحنا هي بصمة، بصمة سورية بامتياز. قبل ما نكفي حديثنا مع حضرتك ونحكي مثل ما ذكرت عن أهم العمالقة يلي كمان كان له جهود كتير كبيرة بتوثيق القدود الحلبية، خلينا نسمع شيء من حضرتك إذا بتحب نسمع. تفضل. طيب الآن إحنا طبعا حابب اي شيء انت محضره القدود. ايه تماما. لا القدود الحلبيه، الحلبيه الفنانين، فنانين اهل حلب، اضافه لتطويرهم لهاللون من قوالب الغناء، انا بسميه الغناء الشرقي ما بسميه العربي لانه نحن موسيقانا ما لها عربيه، فتطويرهم لهذا ساعد كمان لانه دائما القد الحلبي يعملوا له زركشه وتطريز بالموال السبعاوي. فنحن تعودنا انه بدنا نسمع قدود حلبيه اذا ما سمعنا قبل منا الموال السبعاوي بيكون يلا رح ناعش. نسمع في شيء ناقص رح نسمع. تفضل. خلي سقاني كاس الصبر راحات يابا، والحب ما يوم يسعدني على الراحات يابا، لا كل كفوفي ندم والطم على الراحات يا يابا،
اللي انسى جاني كاس الصبر راحت يا باوي الحب ما يوم يسعفني على الراحات يا بلاك الكفو في ندم والطم على الراحات يا با على وليف كان شايلني بشرع الهوى يا بلابات مهموم واصبح كل يوم ابن وين كنت يا قلب وين كنت يا قلب ما تقدر على اهل الهوى يا بسيب المحبة لاهلها واكتسب راحاتي يا حبيبي وتحتي هدى جهال وتعالجنا صار سحب سيوف يا ويل حالي ويا ويل يا ويل يا ويل حالي أخدوا حبي وراحوا راحوا شمالي وراحوا لبعيد راحوا كيف بدي طير وجنا أنا مالي وماني يا حبيب ماني سلامة قلبك يا غزالي وش لي بالوارد كله عندي حبيبي بيكفاني والقراصية منين يلي ساقوها بدمع العين والقلب ما يهوى الاتنين بدو وحدي حلبي يا سيدي طعمان القراصية طعمت وطعماني القراصية والقراصية عالي دروب والله عالم بالقلوب كل مين في عنده محبوب راحت العطر عليا يا سيدي طعماني القراصية طعمت طعماني القراصية. طبعا غنينا مختصر نحن. يسلم حسن. هاي اللوحة تأخذ وقت طويل. صحيح نحن بنتعود لما نسمع القدود الحلبية بتروح لربع ساعة نص ساعة يعني إذا بنسمع هيك شيء سريع مثل ما بيقولوا. وساعات يعني بتسرع. صحيح متعودين كنا على الراحل صباح فخري كان مشهور إنه يقعد ساعات على المسرح والجمهور مستمتع. خلينا نحكي مع حضرتك اليوم عن أهمية هاي الخطوة. ليش اليوم إدراج القدود الحلبية هو خطوة مهمة اليوم لحماية التراث السوري برأيك؟ يعني هذا السؤال يعني والله إجباري بتتطرق إلى قصة إنه إذا نحن منظمة اليونسكو حريصة على إدراج القدود ضمن لائحة التراث الإنساني والحفاظ عليها فنحن بتصور كمان أولى إنه فعلا نحن ببلدنا طبعا من خلالكم هون انا بناشد المسؤولين بوزاره الاعلام ووزاره الثقافه وبنقابه الفنانين انه فعلا نحن نسعى دائما للحفاظ على هذا اللون وندعمه يعني نحن بهالاوقات هي بموجه الاغاني الهابطه بكل اسف يعني عم نسمع ثقافه بعيده عن ثقافتنا يعني وعن تراثنا يعني في ناس بتقول انه الشباب لا نحن على ارض الواقع انا في عندي حفلات عملتها بالاوبرا وكان في يعني مزيج مختلط من الحضور وفي عدد منيح من الشباب الصغار كانوا عم يستمعوا ويستمتعوا بالموشحات وباغاني الطرب الثقيل فمعناتها نحن نقدر نحن نغذي هي الثقافه ونرسخ اكثر هذا اللون الاصيل يعني خلي الشباب الجديد يسمع يعني هلا بحلب
الطفل الصغير وقت بده يبلش، إذا كان ما هو بده يبلش بطريق الموسيقى والغناء، إذا ما بلش بالموشحات وبالأدوار وبالقدود فبيعتبروه ما هو ما بلش بالطريق الصح. فنحن فعلا يعني نحن بحاجة لدعم من كل مؤسسات الدولة، وبخص نقابة الفنانين هي مراقبة الأعمال الفنية اللي عم تنطرح، يعني حتى على مستوى المطاعم ولا الأماكن السهر، يعني مراقبة كل ما يقدم. خلينا نحكي وقت بيكون فيه قرارات كيف بيتم تجهيزها من قبل المنظمة قبل ما يعني يطلع تصريح بهذا الإدراج؟ هلا اكيد بنرجع بنحكي نفس الشيء، انه نحن هذا اللون من الموسيقى المميز اثبت وجوده عالميا، عرفت كيف؟ طبعا من خلال العمالقه الفن بسوريا، وبالتالي صار هو نموذج اصيل لازم تعتمده المنظمه. يعني في اساسات المنظمه هي بتعتمدها حتى انه اليوم تدرج القدود الحلبيه. هلا كان في ادراجات من قبل سنوات لمواقع سوريه مثل حلب القديمه، دمشق القديمه، مناطق بتدمر يعني بفتره الحرب تم ادراجها، يعني كان في تجهيزات وتم. اليوم كقدود حلبيه يعني قبل ما نحن نروح لموضوع عم نحكي عن التحضيرات، يعني شو هن الاساسات اللي من خلالهم بيعتمدوا انه المفروض اليوم القدود الحلبيه تكون داخل الادراج؟ هلا هذا اللون هو تمتاز في سوريا وحلب بشكل خاص. طبعا القدود انتقلت من الاندلس، انتقل الموشح من الاندلس، انتقل لبلاد الشام وخصوصا حلب وحمص، لكن تميزت في حلب بسبب موقعها الجغرافي، وبسبب انه هي موقع تجاري هام جدا، وبسبب الخليط الشرائح مختلفة من الناس تم تناقل هذا اللون من حلب وإلى حلب، عرفتي كيف؟ فهذا اللون هو مميز، يعني هذا اللون ما موجود غير عنا، يعني هذا الموجود. وبالتالي صار يعني كقالب شعري وكقالب لحني تمتاز في سوريا. يعني هلا هو القدود مثل ما معروف عنا القدود انه القد هو مكتوب أصله هو شعر صوفي، بيتم تحويل الكلام، بينكتب على قد الكلام تماما على نفس اللحن ويغنى. هلا حاليا نحن صار العكس، يعني صار هلا في فرق إنشاد عم تاخذ الأغاني العاطفية والغزلية عم تحولها لأناشيد دينية. مثلا أنا من فترة سمعت أحد الفرق أغنية أم كلثوم اللي من ألحان رياض الصنباطي أفرح يا قلبي، عاملين لها كلام نفس اللحن تماما، عاملين لها كلام ديني وعم يغنوا. فهذا اللون هو فعلا لون خاص ومميز بسوريا وحلب بشكل وقادر يوصل. يعني لما نحكي نحن عن إدراج القدود الحلبية مو بس هو حدث ثقافي عابر، ولكن نحن من خلاله عم نقدر نرسخ الهوية السورية، وخصوصا بالوقت اللي والحرب اللي عشناها نحن بالمحاولات يلي كانت لضرب الهوية السورية والثقافة السورية. من هون يمكن كمان الخطوة الأهم بتجي بهذا الموضوع. بدي أسأل حضرتك عن دور الفنانين الحلبيين اليوم بإيصال القدود الحلبية. نحن بنعرف الراحل صباح فخري هو يعتبر سفير القدود الحلبية لكل العالم، مين ممكن تذكر حضرتك أسماء كان لهم عن جد بصمة ودور بنشر القدود الحلبية؟ هذا الكلام اللي أنا كنت بالبداية حابب أحكي. طبعا أنا اسمحوا لي بالبداية وجه ألف تحية وسلام لروح أستاذي الأستاذ عدنان أبو الشامات. هذا الأستاذ اللي علمني وعلم أجيال كثيرة، وهو اللي حببنا بلون الطرب الأصيل اللي هو أساسه بقوالب الغناء الشرقي الموشح والقصيدة والدور والقدود الحلبية. طبعا نحن سعداء كثير أنه أدرجت القدود الحلبية هي، ولكن نحن لازم ما نغفل أبدا أنه في ناس عظماء وناس عمالقة في الفن السوري أوصلت هذا التراث للعالمية. طبعا بذكر منهم الفنان الراحل الكبير محمد خيري، هذا الإنسان اللي ما أصعفه الحظ أنه بكل أسف رحل بوقت مبكر، فرغم أنه وصل يعني في كتير عالم بالخليج وعلى مستوى الوطن العربي بيعرفوا باسم محمد خيري وشو عمل. طبعا أستاذنا الكبير الراحل اللي رحل من فترة ما مو بعيدة كتير، الفنان الكبير صباح فخري اللي كان هو متميز
عنده كاريزما خاصة، هو عنده كاريزما خاصة. كان له النصيب مثل ما بيقولوا الأوفر بأنه وصل فعلا، وكان مدرسة وصل الفن السوري وبالذات القدود الحلبية والموشحات للعالمية. في أيضا طبعا في كتار غيرهم، في الراحل أحمد الصابوني، في الراحل مصطفى ماهر، في الراحل عبد القادر حجار، في الراحل صبري مدلل، كتار. طبعا كمان بوجه أنا تحية للشباب الحلبي بشكل خاص والشباب السوري، لأنه موجود بحلب طبعا نخبة من نجوم الغناء حاليا شباب هنين، أمثال الفنان حمام خيري، أمثال الفنان عمر السرميني، أمثال الفنان نهاد نجار، أمثال الفنان شادي جميل وصفوان العابد، أحمد أزرق. هالفنانين طبعا بوجه تحية لكل مين أسس لفرقة شيوخ الطرب بحلب اللي دائما كانت عم تعنى بالتراث. أيضا بدنا ننتقل نحن اللي أرخوا للموسيقى، في ناس أرخت للموسيقى مثل أمثال الراحل الكبير المخرج الأستاذ جميل ولاي. الإنسان على مدى، أنا في علاقة منيحة كانت معه، على مدى 10 سنين كان عم يألف كتاب عن تاريخ الموسيقى في حلب، والحمد لله أنه قبل ما يتوفى بسنة تم إصدار هذا الكتاب. والأستاذ جميل ولاية نفسه كمان بعام 80 عمل برنامج تسجيل غنائي صوت وصورة لأهم الأعمال التراثية، إن كانت موشحات سورية وقدود سورية وطرب سوري وحلبي. في طبعا الباحث الموسيقي الأستاذ عبد الفتاح العجي، الباحث الموسيقي الأستاذ قدري دلال، يعني هدول الناس لازم ما ننساهم، كان لهم دور أكيد كبير. أكيد أكيد، هي رشا جهود عم تكون وليس مو فردية، هي جهود كتير كبيرة مجموعة يعني. صح طبعا طبعا، عمل متكامل يعني، وبكل يعني نقلوا لنا هالتراث بشكله الحلو، عملوا هالتوليفات لأنه نعم. لأنه القدود هي عبارة عن قدود صغيرة، ولكن على فكرة القدود خلينا هيك نروح على قد جديد قد بس لو سريعا للحق قبل الموجز. رح نبلش أصبح بدون موال السبعوي. نقول فوق الناخل فوق يا أبا، فوق الناخل فوق، مدري لا مع خده يا أبا، مدري القمر فوق، والله ما ريدا باليني بالوان، هيامتني تيامتني عن سواها، أشغلتني ذات عقد ذات بند، أسدلته فوق النهد، ويله من نار الهجران طول الزمان، من جور ذا الظبي المنصار ألف نمان، عرضت له قال لي مالك خذ ما تريد، العشق غير أحوالك لأنك عنيد، ناديت له قصدي وصالك يا ذا الفريد، يا قامة الغصن المايس والخيزران، قدك المياس يا عمري لغصن الباني كد يزري، وانت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري، وعيونك سود يا محلاه قلبي بتولع بهواهم، صار لي سنتين بستناهم، حيرت العالم في أمري.
الله الله يسلم هالصوت ما بالشبع يعني حليت صباحنا مثل ما بيقولوا بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا تسلمي شكرا كثير لهالصوت الحلو لهالمعلومات الحلوه ان شاء الله بيكون لنا وقفات جديده بصباحات ثانيه شكرا.